إعادة فتح الخط الجوي الرابط بين تمنراست وعين قزام مكسب استبشر به سكان هذه المقاطعة الإدارية خيرا، لا سيما من حيث تسهيل عملية تنقل المواطنين. هذه فرحة، فرحة للمواطنين خاصة المربيين اللي يجوا من هنا تعبانين من الصحراء لهيه، يوصل البلاد، والله اللي مريض يوصل في الساعة، اللي ما هاش مريض يوصل للراحة. الناس كانت تعاني القدره والتكسار، وحد مرات كيده يتعب في الطريق وكل شيء، ودرك الحمد لله وجينا لنا ساعة 55 دقيقة وجينا كلش ومرتاحين والحمد لله. هي بادرة خير لتدخل في إطار مفهوم جاذبية المناطق الحدودية، الشيء اللي راح يسهل كذلك على تنقل المستثمرين، على تنقل التجار، على تنقل الموظفين. حدث هام وهام جدا أقرها فخامة رئيس الجمهورية من خلال التعليمات والتوجيهات اللي كانت على مستوى الملتقى الوطني اللي انعقد في منذ أسابيع قليلة جدا. وها نحن اليوم الأمر هذا يتجسد ميدانيا. كل المصالح اللازمة لتسير حركية المسافرين تم توفيرها بهذه المحطة الجوية، بالإضافة إلى تجهيزها بعتاد جديد. احنا طلبنا، درنا طلب لإعادة توظيف عمال، والتوظيف يكون على مستوى تمنراست، يعني من أبناء المنطقة. بالنسبة لي كإنسان من ولد المنطقة استفدت من التكوينات الخاصة بالمؤسسة لتسير المكان وتقديم أفضل خدمات للمواطنين. ومع إعادة فتح هذا الخط الجوي سيتم الرفع من عدد الرحلات مستقبلا لتلبية حاجيات سكان عين قزام في قطاع النقل وفك العزلة عن هذه المنطقة الحدودية.